السلام عليكم، مرحبا بكم إلى الجزائر. هنا صحراء الجزائر. هذه بعض اللقطات من الأعمال التي قمنا بها لمدة سنة. ذهبنا إلى غردايا، ذهبنا إلى بريزينا وجبال الغور كما تلاحظون في هذه المشاهد الجميلة المعبرة والمشاهد الساحرة. هنا ولاية البيض عندكم تحويسة في الشباب. سنعرض لكم كذلك تخييم تحويسة بالكاياك. هنا عين الدفلة. وهنا طلة خفيفة من جبال تيزي وزو، مكان جد ساحر. وهذه هي الجزائر. هنا كذلك هذه الصور كما كم تشاهدون الثلوج بكثرة وبوفرة. وهنا ذلنا حالة في الثلج. هنا كنا في تيكجدة ولاية البويرة. تمتعوا شاهدوا معنا هذه المناظر، ونرجو إلى كل من يشاهد هذا الفيديو ما عليه غير يدير أبوني الجام ويشترك في القناة فضلا وليس أمرا. نخليكم هنا كل حاجة ضروري. فيديو قصير للمعرفة. حفرت 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 لتحت لتحت حفرت حفرت. ولا لا بنين. الله كريم. قرعي دخلت. أنا وسميرة. لحقنا إلى أبعد منطقة. أربع نقطة بلوتو بارابور ليكيب. أنا قارع لهم يحقونا. بنين. جوعنا سميرة. كوني الثلج كولي. كوني دير فيديو. بنين بنين. بنين قولوا ما كاش الثلج. وأنا تخييم رقم 2 كذلك لمدة هذه السنة 2022. نديناكم إلى حديقة تنية الحد الموجودة في ولاية تيسمسيلة المشهورة بشجرة الأرز من الأشجار النادرة. هنا ليس بعيدا على ولاية وهران، هنا طفراوي بالضبط جبل سيدي عيسى على ارتفاع 750 متر. جبال رائعة. هنا تقدروا تشوفوا كاع ولاية وهران بما فيها جبل مرجاجو. نذهب إلى موقع آخر، مكان آخر. هذه المنطقة هي منطقة أم غلاس من المناطق الرطبة الموجودة في ولاية وهران بالضبط ما بين تليلات وقديه. كوثر انايا فدوى غير فدوى عليا قرب شويه ماشي نرجع دخان النار هي سهره لوغارو ديوبا ديب ولا ديب صاي ترقد ترقد ديب ولا ديب يرقد معاك انت شوافه اش تشوفي بخير عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبالف خير. نهاركم جميل وصحي من البريه. سميره في البريه. هاف ا نايس داي. ننتقل الآن إلى بعض السواحل أو بعض الشواطئ المعزولة الموجودة في ولاية الجزائر. وهنا السواحل الغربية بالضبط ما بين ولاية عين تمنشنت وتيلمسان، هذا الشاطئ المسمى بالشاطئ الأسود سيدي يعقوب. وهنا انتقلنا إلى كاب ديغوي. هنا نديرو اون غوندوني ساعة ذهابا وساعة إيابا، بمعنى عندنا 12 كيلومتر للوصول إلى هذا المكان. نقدر نوصلو عبر قارب صغير هنا حتى
هذا هذه المناره. السباحه يقدروا يديروا سباحه عاديه، ولكن التجوال فيه وروندوني فيه حاجه شابه. شاهدوا هنا المرانة، مرحب بكم داخل هذه المرانة، مرحبا بكم. وهنا رمزي اللي معنا في الكلوب إيكوتيريزم، ايوا نقولكم مرحبا بكم وتفضلوا واستمتعوا هذه الزيارة. مشاهدتكم تشرفنا كثيرا. بونجور. ماكش بيت خرز زعما ولا شي؟ الغوص، ننصح كل واحد حاب يدير هذه التجربة يدير هذه التجربة، تجربة جد رائعة. نحمسكم باش تروحوا لهنا جزيرة بالوما، وهنا ولاية سكيدة الموجودة شرق الجزائر، ولاية جد ساحرة. وهذا الشاطئ هو شاطئ صوفيا نسبة إلى السفينة اللي غرقت في هذا المكان وأصبحت مكان للسياح. شاطئ جد جميل. نردكم إلى بربجاني الموجود إلى ولاية تلمسان، والمرة الثانية السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم برحلة جديدة، مغامرة جديدة، رحلتي إلى بربجاني، تخييم يوم 23 و 24 سبتمبر 2022 اللي نشارككم معها مع مجموعتي كلوب ايكو توريزم اورون، تجربتي بالكاياك في شاطئ بربجاني الساحل. لازم كلكم لازم تزوروا هذا المكان الساحل. هذا الفيديو فيديو قصير باش نعرفكم على الموقع، ندير لكم فيديو بالكامل ان شاء الله. انتظرونا في قناتي على اليوتيوب صديق سميرة، ما تنساوش الاشتراك. وهنا بعد تحضيرات فطور الصباح في مكان هنا بربجاني، شاهدوا واستمتعوا معنا.
هنا درناكم بعض الأماكن هنا كذلك بيزنا المرة الثانية في عام 2022. هنا ستشاهدون كيفاش نوجدوا فطور الصباح وكيفاش ندقوا في الصور وفي تحضير فطور الصباح في كل رحلة من رحلاتنا السياحية. نخليكم تشتهوا شوية باش تبارتيسيبوا معنا. وهذه المرة طفراوي للمرة التالية، وهنا لاكتشاف الكانيون دو طفراوي. تابعوا معنا الفيديو، ارواحوا تشاهدوا باش تقدروا تزوروا المكان. أرجو أنكم استمتعتوا ببعض المشاهد ببعض الأماكن التي تمت زيارتها في 2022، وكل خرجة نديروها بقعدة تاع الشاي نرجو منكم باش تدعمونا في هذا الفيديو باللايك والجيم، وإلى اللقاء. نترككم تستمتعون مع نهاية هذا الفيديو. هنا غير باش يكون على بالكم درنا لكم المختصر الشديد من خرجتنا. هنايا سي لا سوغ دو مادار الموجوده في شاطئ حدا شاطئ مادار، وهنا تحويسه يبغوا الماساج. كيلا دور هذه نجم مسكوره تري بيان.